أبشركم بأن ربنا سبحانه وتعالى بإذن الله بإذن الله يحبنا. يعني بعد أن حدث لنا هذا الابتلاء بإذن الله أنه يحبنا سبحانه. وأنا أعرف أنه لا شيء أحب ولا أغلى على قلبك من أن تمشي على الأرض والإله الذي في السماء يحبك. يعني سهل أن تحب الله أنت، لكن كلنا يحب الله، لكن أن الله يحبك أنت، الله يحبني، هذه لا تحصل لكل أحد. والله إن محبة الله تعالى تساوي الدنيا وما فيها. أعطني محبة الله وأخذ كل شيء. قد يقول قائل، من أين أتيت ببشارة أن الله يحبنا؟ يعني كيف عرفت ذلك؟ هذه البشارة ليست مني، هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. وإلا كيف لي أن أعرف أنا؟ هذا من رسول صلى الله عليه وسلم. قد يسأل البعض، يعني هل الله يحبنا جميعا بسبب هذا الابتلاء؟ نقول أكمل الحديث وأنت ستعرف نفسك. ما هي تكملة الحديث؟ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فإذا أردت أن تعرف هل الله يحبك أو لا، انظر في نفسك، هل أنت راض عنه أم لا؟ هل أنت راض عليه أن الخوف الآن يعتريك وأن أحوالك تغيرت؟ هل أنت راض عليه أن مالك نقص؟ هل أنت راض عليه أن صحتك تغيرت؟ راض أم لست براض؟ قال الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا صابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. باختصار، إذا كنت راضيا فهو راض، لكن انتبه، بالمقابل إذا كنت غير راض فهو أيضا غير راض. قد يقول قال: أليس الابتلاء يأتي عقوبة؟ يعني هناك مسألة، ألم يقل الله تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير؟ جواب: بلى، صحيح. يعني ابتلاء عقوبة؟ نعم، قد ينزل البلاء عقوبة. ما عرفنا هل البلاء حب من الله تبارك وتعالى ورفع الدرجات أم أنه عقوبة وغضب؟ هذه مسألة يتجادل فيها كثير من الناس. بعضهم يقول ابتلاء عقوبة على الشعب الفلاني، بعضهم يقول لا كوارث طبيعية، آخرون يقولون هو ابتلاء ورفع الدرجات، لأن الله تعالى يقول إن الله إذا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله إذا حب قوم ابتلاهم. جدال، مع أن جوابها بسيط وسهل. الآن أنا أسألكم، هل البلاء سواء يعني كان مرضا أو عاصفة أو زلزالا أو فيضانا أو كارثة اقتصادية، عموما هل البلاء إذا نزل على شعب أو مجموعة من الناس هل كلهم على مرتبة واحدة ودرجة واحدة؟ لا طبعا، فيهم من هو صاحب الطاعة وفيهم من هو صاحب معصية. طيب، إذا البلاء سيكون لصاحب الطاعة رفع الدرجات ومحبة من الله، وسيكون نفس الابتلاء لصاحب المعصية عقوب. قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فكما أن الناس ليسوا على درجة واحدة فكذلك الابتلاء في حقهم لن يكون على درجة واحدة. قال تعالى: هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. سبحانه والله، كل إنسان أعرف بنفسه. قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة. قد يقول قائل: أريد أن أعرف حالي، يعني أريد أن أعرف هل هذا الابتلاء الذي جاءني هو عقوبة إبعاد من الله؟ أنا هذا في حقي عقوبة أم هذا هدية من الله تبارك وتعالى؟ هل هو هدية أم غضب، عطاء أم إبعاد؟ هناك قاعدة واضحة وصريحة، احفظ هذه القاعدة، لأنه بهذه القاعدة تعرف هل هذا الابتلاء عطاء من الله أم إبعاد عن الله. القاعدة كالآتي: إذا كان حالك مع الله بعد البلاء خير من حالك مع الله قبل البلاء فهذا البلاء في حقك خيرة. مثلا إذا تبت وتركت ذنبا كان بينك وبين الله بعد أن حصل لك المرض فهذا المرض كان في حقك عطاء. وأما إذا كنت بعد المرض مصرا على نفس الذنب، نفس المعصية التي كنت عليها قبل المرض ولم تتب، فهذا المرض في حقك عقوبة. قال تعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. إذن القرار في يدك أنت، بإمكانك أن تجعل البلاء عقوبة
وأنت بإمكانك أن تجعل البلاء عطاء. قال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فافعل ما تريد فالقرار بيدك. اللهم هون عنا ما نحن فيه، اللهم هون علينا ما نحن فيه، اللهم ارفع درجاتنا وكفر سيئاتنا وارفع مقامنا، اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، اللهم احفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين، اللهم وفق ولي أمرنا ما تحب وترضى، وخذ بناصيته البر والتقوى. اللهم أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظنا من كل مكروه، وأن ترفع قدرنا، وأن تتقبل منا، والحمد لله رب العالمين.